مسجد غان المخرافي عند مقبرة السابخات الله يرحمهم جميع الواسيين الله يرحم الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم عن التوبة وعن الذنوب. ما حد يخلى من الذنوب. خير التواب. وراء ايوه فلا يقول الانسان في مال ولا في عرض ولا في اي موضوع ولا في طعام ولا في شيء هو يشك فيه او يسمع فيه خلافا ولم يتحرر عنده الراي يترك هذا المقام العظيم يسمى مقام الورع وقد قل اهله للاسف وقد كانوا اذا عدتوا قليلا وقد صاروا اقل من القليل أقول تكاثر الورع هؤلاء قرابين كلم الله للورع مقام الورع وهو أن يتقي الإنسان فضول المباحات يعني المباح المبالغة في المباحات والزيادة فيه فلن تصل من المباح على ما أنهلا لا والله